جسم رياضي أو قوام ممشوق، أبرز ما تعنيه هذه العبارة هي بطن مسطحة ومشدودة. هذا هو الوصف الحلم بالنسبة للكثير من السيدات والرجال على حد سواء. قد يتبع البعض طرقا تقليدية وبعض الوصفات والمشروبات التي قد سمع عن فعالياتها في حرق دهون البطن وشدها، لكن للأسف ما يتم حرقه وهدره هو الوقت والجهد على أمور لا تعود بالنتيجة المطلوبة. فما هو الحل؟ الإجابة في هذه الفقرة الرياضية. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو كل من المدربين الرياضيين عاصم النشوان وعبد الله. هلا بالوحوش. هلا بالوحوش، حياكم الله. أهلا أهلا، حالك؟ طيب ندخل في الموضوع على طول. نعمل زي فيلم، شفتوا فيلم 300؟ ما يحتاج. فيعني خلاص احنا نرسمها، ما في داعي نرسمها بالسبراي. صعب. لا ما انا عارفه، بس هم عاده يعني البعض يقول انه هي 80% حمية وهي فقط 20% رياضه. صح. المقوله هذه صحيحه ام لا؟ اول شيء بس حاب انوه على شغله، فيه اخطاء شائعه البعض يرتكبها، اللي هي يقرا في الانترنت واي نظام صحي يتبعه وما يدري ايش العواقب اللي ممكن راح تواجهه، مع العلم انه في بعض الناس للاسف يتبع اي نظام فيكون ناقص فيتامينات ومغذيات، وبالاضافه هذه الفيتامينات يحتاجها الجسم. اما بخصوص التغذيه زي ما تفضلتي لها دور كبير، تقريبا 70% للحصول على بطن متناسق وبروز عضلات البطن. طبعا عشان تحصل على السكس باكس لازم تتبع نظام صحي متكامل يشمل البروتين، الألياف والدهون النافعة والنشويات. النشويات طبعا تكون قليلة بحكم الواحد يعني يلتزم، يعني دائما اللي يسووا الدايت يلتزموا زي ما تقولي بأقل النشويات. بالضبط. فبالعكس النوتريشن له دور أكبر من الرياضة. جميل جميل. ينفع اقول لك على الصوم لانك عارف كذا يعني محضل وكذا، فاحاول اقلل من الموضوع. انا اخاف منه وما اسميه عاصم يعني. طيب عاصم، خلنا اسالك، يعني الان انت بتشوف الشباب كثير ودهم انهم يصلوا الى هذه المرحله من الشد في البطن، لكن الموضوع صعب جدا على الشباب. ليش؟ يعني ليش شايف صعوبه الموضوع هذا على الشباب؟ الصعوبه لان اكثر الشباب ما يبغى يلتزم بروتين معين. الرياضه هذه يعني جسمك، هذا حياتك كلها، فانت اذا ما التزمت بالتغذيه، والتغذيه عاده تكون صعبه عليهم. يعني مثلا يطلع مع الشباب يتمشى يبغى ياكل حلا، يبغى ياكل فاست فود، هذه كلها مشكلتنا احنا الحين. فلازم تلتزم بروتين، يعني نرجع نعيد نكرر انه الروتين نوتريشن هذا التغذيه مره مهمه لكل شخص يبغى يحصل على جسم متناسق من ضمنها البطن. فهذه اشياء مره مهمه، زائد ان الكثير من الشباب لما يروح للجيم يعتقد انه يبغى يرسم بطنه انه بس يسوي تمارين معده فقط، ما يلتزم بالاشياء الباقيه، مع انه هذا خطا. وهذا هو تمرين البطن ما يشيل الكرش، تمرين البطن هو بس يكبر حجم العضله فقط. فانت كيف تكبر حجم العضله وتغذيتك سيئه واساسا اوريدي فوق البطن الفات، فمستحيل يروح بالطريقه هذه. فانت لازم تلتزم بتغذيه كويسه اولا، ثانيا تلتزم بالتمارين اللي تساعدك على الحصول على الشيء هذا، لان هي المنطقه الوحيده اللي صعبه اللي تكون بوسط الجسم، فيبغى للواحد وقت ومجهود حتى يوصل. طيب احنا ما راح نتكلم اليوم عن اللي هو عنده مشكله في زياده الوزن، احنا نتكلم عن شخص عادي طبيعي وزنه طبيعي بس بطنه مش مرسومه، اوكي؟ يعني يمكن ما فيها كميه فات كبيره بس غير مرسومه، ايش يعمل؟ طيب الحصول على عضلات بارزه للبطن جدا شيء صعب ويحتاج جهد كبير. ليش؟ لانه لازم تلتزم نظام غذائي زي ما قلت لكم ورياضي. حلو. لانه صعب عشان كل العالم ما تشوفي كلهم اجسامهم حلوه سكس باكس وغيره، لو نسال كان الكل حصل عليها. اللي عليك تسويه تلتزم نظام صحي وتسوي تمارين طبعا العاب هوائيه لها دور كبير، اللي هي الكارديو، المشي، الاوبتيكال سيكل والمرهق. عشان نشرح للناس اكثر، ايوه الكارديو اللي هو اللي هي الالعاب الهوائيه اللي تعلي نبضات القلب. بالضبط. ايوه زي من هذا. لما تركز على الكارديو راح عمليه الحرق عندك راح تكون مرتفعه، بالاضافه وانت مسوي حميه راح تشوف نتيجه
ممتازة جدا. طيب احنا نحاول نطبق معكم شباب بعض التمارين، بس ما انتم انتم جاهزين يعني باللبس، لكن جاهزين بالرياضة معنويًا في فيزيكلي. طيب ايش ممكن التمارين اللي نبدا فيها في البيت او انها تساعد على حرق؟ طبعا زي ما ذكر اخوي عبد الله، هي حاجتين، انك انت كيف تلتزم بالكارديو عشان تحافظ على نشافة جسمك او بروز عضلاتك، زائد انك تلتزم بالتمارين الرياضية اللي انت تسويها على حسب انت هدفك. تبغى تبرز العضلات لازم انت تستخدم ويتس معك، اوزان عشان تبرز عضلاتك. اما اذا انت ما تحتاج لبروز العضلات، بس مجرد يعني تخف الكرش، تخف الكرش او رسم خفيف، يحتاج لك تعمل عن اللي هي تمارين المقاومة، اللي هي انت مثلا ريزيستنس، انك تثبت على وضعية معينة لمدة طويلة بحيث ان الجسم يحاول يتفاعل معك، او نفس الانسجة العضلية تتفاعل معك، زائد انك تسوي عدات اكثر. احنا طبعا انتم راح تورونا شوي يعني، ان شاء الله راح نوريكم جاهزين بالملابس. بس طيب يعني كم مره كارديو، كم مره يعمل هاي المشي او سباحه او او او، وكم مره التمارين؟ واحنا قايمين يلا. بالنسبه للكارديو، الكارديو يلزمك انك يعني اذا انت تبغى تحافظ على نشافتك، هي طبعا ترجع من البداية أنت قديش هدفك. تبغى تحافظ على حياة جدا كويسة ولايف ستايل مرة كويس، لازم تعمل كارديو يوميا يعني تنوع بالكارديو عشان تحصل نتيجة. عطنا تمرين. طبعا من أشهر التمارين هذه، بس بتسوي معي خمس أيام في الأسبوع يحتاج الواحد أنه يتمرن. يحتاج خمس أيام. إيه؟ خمس أيام. هي تظل انك يعتمد على هدف، يعتمد على هدف الشخص. جميل. يلا انت ابدا وانا بشوف بعدين زميلنا عمر نشوان بنضم لنا. ومن ضمن التمارين المشهوره او المعروفه اللي تساعد جدا يعني على شد البطن، هي البلانك، انك تثبت على الالبوس حقك، اكواعك هنا تثبت، ومع رجولك تثبت لمده طويله بحيث ان مستوى جسمك يكون متساوي. اللي هو يفضل انه يكون في الارضيه تكون مناسبه، الارضيه تكون اكثر مناسبه. بس يلا اللي هي الطريقه هذه، انك تثبت بالطريقه هذه لمده طويله. ايش المده يعني؟ 30 ثانيه، دقيقه؟ طبعا على حسب تحمل الجسم، وتخليها تدريجيا، وكل ما يعني ابدي زي ما تقول بشيء بسيط، بعدين كل ما زادت عندك القوه العضليه، كل ما انت مطلوب منك انك تسوي مدة أطول. يعني هذا كتمرين أول. أنا تثبت على المدة هذه لين تحس جسمك يعني يوصل لمرحلة الهز أو خلاص. أنا خلاص بإمكانك برضو تسوي يساعدك على المرونة، اللي هو تفرد يد مثلا، هذه توصل إلى مرحلة متقدمة تساعدك أكثر، اللي هي أنك تعمل عملية موازنة، اللي هي مثلا ترفع يد مع رجل. بالنسبة للركبة تكون موازنة، لازم جسمك يكون مستقيم. مستقيم اي متوازي كامل. ما يكون مثلا الهيبس حقتك مرفوعه او نازله، يكون متوازي. طيب هل في تمرين ثاني عاصم بسرعه كذا نوريهم يعني بعض التمارين السريعه؟ اتوقع تمرين اسفل البطن مهم جدا، لان اتوقع الكل يعاني من اسفل البطن، لان هي المنطقه المهمه كذلك. انك تحرك ال سبوني جاي اقعد انا يلا. والله يلا طيب انتبه المايكات. لا ارجع البس الجاكيت فيصل، او لانه مايكك راح. لحظه والله ما يتمرن غيري اليوم. لحد ما يبدا التمرين عاصم، انا عندي سؤال. انا كان عندي مدرب يقول لا تبدا العد لحد ما تبدا تشعر بالالم، هل هذا صحيح ولا هو كان مفتري وخلاص؟ لا هو صحيح، بس يظل يعني تحملك. هم يقولوا ان العضله الهايده ان ذا لاست فيو يعني فيو بريك. هو اصلا ما يعد يعني، تفضل انت تسوي التمرين لما يشوف تعابير وجهك انه خلاص يعني فيها الم، يبدا هو يعد 1 صح. والافضل من هذه مو انك انت تزيد العدات. عموما انا بحاول اتمرن. عمر انضم معنا، خلينا نشوف. اوكي زميلنا عمر النشوان انضم. انا اشكر عاصم النشوان وعبد الله المنيف طبعا. يلا. اللي كان وجاكته هنا ما في سبيس فيصل. طبعا شكرا على وهم هيكملوا التمارين الرياضيه. نلقاكم يوم غدا ان شاء الله. ايوه كذا تمام. اي تمام، هو اهم شيء المستوى الجسم. العب يا ولد انت يا عمر يا مدرب، اثبت، امسك نفسك. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك، برافو عليك. لا تكتم نفسك يعني، خليك مرتاح. وارفع هذه. ايوه وارفع يدك العكس العكس العكس. ايوه سوبرمان.
يلا انا ما يمديني يلا شد شد يا ولد شد يلا احنا نطفيهم شد شد انا بغمى عليه شد يا رجل كذا عمر انت لسه عندك نشره يلا الجاكيت لا لا انزل انزل مالك افسخ خلص يلا سريع الجاكيت والنظاره افسخ النظاره ولاحظت تايه واحد افسخ النظاره يلا طيب شد يا ولد على كواعك على كواعك ايوه ايوه